القادم من البروقية في هذه القذفة الأولى يصدها الحارس منصور محمد حارس فريق سريع غليزان. ثم هنا قلب الهجوم اللاعب بربرا يضيع وقذفة قوية للاعب رقم 5 مليون عنده قذفات قوية في الدقيقة 30 واللاعب بنور يحسن المتابعة ويسجل الهدف الأول لفريق اتحاد حجوت بعد مخالفة وقذفة قوية جدا من اللاعب بن ميمون أو عفوا مليان رقم 5. دقيقتين بعد ذلك فريق سريع غليزان استطاع تسجيل هدف التعادل عن طريق عليان بعد تهاون على مستوى دفاع اتحاد حجوت. عليان يعدل النتيجة لأشبال الثنائي محمدي وشريف اتحاد حجوت يشرف على تدريبه هذا الموسم توفيق قريشي بمساعدة صديقي. بنمور والمحاولة هذه أيضا قذفة من قاسمي ولكن خارجة خارج إطار المرمى في بداية الشوط الثاني في الدقيقة 20 تقريبا. لاعب بنمور صاحب الهدف الأول يعلق داخل منطقة العمليات والحكم حدادة يعلن ضربة جزاء ينفذها ملياني صاحب القذفات القوية ويضيف الهدف الثاني لفائدة فريق اتحاد حجوت. بعد ذلك الشاب بوبكر من الأواسط كاد أن يضاع في النتيجة في هذه المحاولة وبعدها أيضا زواتي لاعب سابق لشباب بلوزداد ونهاية المباراة بهدفين لهدف واحد.